الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله نحن نحبوا على الشباب اللي عازف معناه على التصويت، فهمتوا، في أمر الانتخابات، فنحاولوا هذا مصير معناها بلاد كاملة ومصير أجيال، فهمت. فنحن كما يقولوا فيها أعمارنا ما انتخبنا، الحمد لله ربي تكرم وانتخبنا هذه، فما نحرموش رواحنا من الفرصة هذه، ونحاولوا ننخبوا الناس الكل، كل واحد اللي تحب المفيد تجي تنتخب، انسان يكون انسان فاعل، فهمت، على الاقل صغارنا وصغار صغارنا ولا جيل خلي يعيشوا بحريه ويعيشوا مش في ظل ديكتاتوريه كما كنا عايشين، لا انتخابات ونعرفوا الرئيس. تو الحمد لله الناس الكل مش عارفين شكون الرئيس بحكم الانتخابات، الانتخابات نزاهه، ولكن قبل كنا نعرفوا كل واحد الرئيس معروف 99% اللي هو السيد الرئيس زين العابدين بن علي، فهمت. فالحمد لله الواحد مضى بينا، نحاولوا الشباب الكل يقبل، لانه كما قلنا قبل الانسان واحد يقرا على اساس انه حتى في الخدمه ما ينجمش يخدم على خاطر فما الحزب الواحد هو اللي يوجه له المصير تابع، ولكن توا باذن الله بالانتخابات هذه يولي اللي يخدم واللي يقرا على روحه باذن الله ربي ييسر له في خدمه وفي كل شيء. فنحاولوا كيفاش نتوكلوا على ربي، والشباب الكل اللي عازف على الانتخابات يجي ينتخب، وراو هذا كيما نقولوا فيها شهاده امام الله، انا اخر يطالب بها العبد. اما الانسان يحط انسان صالح وكفؤ، واللي يحط انسان فاسد وهو يولي معناه فساد في الارض. فان شاء الله ربي ييسر، وان شاء الله الانتخابات هذه تعدى بسلام ان شاء الله.